انضم إلينا من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. إذا جابر، اتهامات مهمة وخطيرة يعني زعيم التجراي بشأن الجيش الأثيوبي، وضح لنا كيف كانت إجابات رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد تجاه هذه الاتهامات. نعم يوسف، اليوم يعني هناك اتهامات ربما من الجبهة الشعبية لتحرير التجراي في عدد من القضايا يتهمون فيها الحكومة الإثيوبية بضربها للمواطنين، وكذلك قضايا متعلقة بحقوق الإنسان في إقليم التجراي إثر الحرب التي كانت دائرة في تلك المنطقة. لكن بشكل واضح يبدو أن الحكومة الإثيوبية وكذلك أبي أحمد من خلال خطابه في البرلمان تجاهل كل الاتهامات التي نسبت إلى الحكومة الاتحادية باعتبارها أن الحكومة الإثيوبية كانت بصدد تنفيذ القانون والدستور في الإقليم الذي خرج عن طوع الحكومة الفيدرالية وعن رغبة الشعب الإثيوبي حسب قولهم، ومتهمين بأن الجبهة الشعبية نفسها يعني هناك قامت بالعديد من القتل والمجازر وغيرها في قبل الحرب وكذلك أثناء الحرب. تظل هذه الاتهامات ما تزال معلقة من الناحية الحكومية في الرد عليها باعتبارها يعني لا تمثل جزءا من المعركة التي كانت دائرة في ذلك الوقت. الحكومة الإثيوبية أيضا تقول بأنها الآن حريصة على إعادة البناء وإعادة ما دمرته الجبهة الشعبية لتحرير التجراي في المنطقة، وتقول أيضا أن المواطنين كلهم إذا كانوا من قومية التجراي أو من قوميات أخرى هم شركاء أصيلون في هذا الوطن وينبغي إعادة البناء والإعمار وإعادة المواطنين إلى مواقعهم وتقديم الخدمات المتكاملة لهم، نافين التحدث عن أي مجازر أو ما شابه ذلك إلا ما تم من خلال المعارك ربما هناك قد يكون هناك أشياء موجودة، ولكن كما قلتم أن وسائل الاتصال ربما مقطوعة في المنطقة. شكرا جزيلا لمراسلنا من أديس أبابا جابر منصور.